الجامعات الإسلامية نشأت في الجامعات المصرية في أوائل السبعينات على شكل جمعيات دينية أثناء فترة ركود الحركة الإسلامية لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية في محيط طلاب الجامعة. وفي أعقاب حرب 73 اتخذ العمل الإسلامي داخل الجامعات المصرية بعدا أوسع، وفازت بثقة الأغلبية الصامتة من الطلاب، وذلك في كل الجامعات المصرية تقريبا. الجماعة كان لها العديد من المواقف السياسية برزت في موقفها من معاهدة كامب ديفيد، فأقامت المؤتمرات للتنديد بذلك، مما جعل الحكومة تتدخل واعتقلت العشرات من قيادات الجماعة. وبعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 81 ظهرت الجماعة على الساحة وبقوة. في بداية عام 1984 زاد نشاط الجماعة بعد الإفراج عن الكثير من أعضائها غير المتهمين في قضايا التنظيم. تتركز القوة الرئيسية للجماعات الإسلامية في الصعيد المصري، وخاصة في محافظة أسيوط، ولها أنصار في كل المدن والجامعات المصرية. وأخيرا تنبه قادة الجماعة إلى سوء عاقبة مسلكهم الأول، وتابوا عن أفكارهم السابقة. عمرو سيف اليزل، القاهرة.